ورجعنا لكم تاني من فقره الاهلي خط احمر او من برنامج الاهلي خط احمر. انا سايب الموبايلات وفارس سايب الموبايلات، فخلاص سيبوا الموبايلات عشان دخلنا في الجد. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن نادي الاهلي وطبعا الاخطاء التحكيميه اللي حرمت النادي الاهلي من الفوز في مباراه وادي دجله، طبعا بغض النظر عن المستوى الفني اللي كان حقق. ونادي بيراميدز استفاد، في نادي اخر ايضا استفاد او مباراه اخرى. وطبعا احنا بنتكلم ليه الاهلي ونادي بيراميدز ونادي الزمالك او الاهلي والزمالك وبيراميدز، لان ده الاهلي طبعا بطل الدوري وبيراميدز والزمالك كان لاخر الدوري في التنافس على وصافه النادي الاهلي، فبالتالي لازم نتكلم عن المنافسين على بطوله الدوري. نروح بقى لمباراه الزمالك وانبي والاخطاء التحكيميه اللي البعض من الاعلاميين ايضا تجاهل فكره ان حصلت اخطاء تحكيميه وكان مفيش اخطاء تحكيميه حصلت في المباراه، فبالتالي احنا كلامنا دايما بالخبير التحكيمي. نروح نشوف اول تصريح عن الاخطاء التحكيميه في مباراه الزمالك وانبي. في المباراه اللي هي الحاله الثانيه كانت في الدقيقه 23 مطالبه نادي انبي لركله جزاء. اما نشوف دي اللعبه اللايف، احنا اللعبه جايبينها عن طريق حاجتين. اول حاجه نتاكد الاول هل في خطا ولا لا، اما نشوف في خطا ولا لا من الاعاده دلوقتي اللي هتبين لنا. طبعا هنا في خطا، يبقى هنا في خطا على نادي الزمالك. الحاجه الثانيه عاوزين نعرف هي بره ولا جوه. بس هنا الحدث حدث الخطا، الالتحام حدث على الخطوط اللي احنا مبينينها. طالما الحدث حدث على الخطوط، الخطوط من ضمن المناطق، يعني خطوط 18 دي منطقه الجزاء، خطوط 6 ياردة من داخل منطقه 6 ياردة. طالما الحدث هنا على خط، يبقى هنا لازم نحتسب ركله جزاء. البعض بيشكك في اراء خبراء التحكيم، وكمان بيشكك في اننا شايفين الصوره واضحه او مش واضحه، والحقيقه اصلا حكم المباراه ما كانش شايف الصوره واضحه، وكان تمركزه كان تمركز سيء، وبالتالي كان محتاج لمساعده. طب المساعده هتيجي منين؟ هتيجي من الفار. طب الفار كان فين؟ الفار ما خدش اي قرار والكره مشيت بالشكل ده، وطلع البعض يتكلم انها خارج منطقه الجزاء برغم ان واضحه جدا انها من داخل منطقه الجزاء. وجسم لاعب انبي فارس حتى لو كانت رجله بره الخط قليلا فجسمه مايل لجوه ال 18، والتدخل كان عنيف جدا. على الاقل اسوء تقدير الحكم كان لازم يصفر ويحسب فاول، لكن تمركزه السيء حرمه من انه يدي قرار سليم. وكمان الكلام في ان اللاعب كان بره زي ما انت قلت، الوضع التشريحي للاعب بميله للداخل مستحيل يكون اللاعب ما كانش جزء منه او في سوى الخط، وتعتبر هنا المخالفة صحيحة. بس ده مش رأينا كمان، يعني لو ده رأي تحكيمي واحد تمام، إنما لا ده مش رأي تحكيمي واحد، الاثنين الخبراء التحكيمين الرئيسيين في القنوات. ولو كرة واحدة هي بقى دي الفكرة. في لعبة تانية مهم جدا، لأن هو البعض راح كله لفكرة اللاعب كان بره وجوه، وكأن ده نوع من الإلهاء عن الكرة التانية، عن الكرة التانية اللي هي أسهل واللي هي أوضح، ولو أي حد عايز يحلل الكرة واضحة بالنسبة له. فنشوف الكابتن احمد الشناوي الخبير التحكيمي قال ايه ونرجع نعرض. شوف ما برضه يعني انا عايز اوصل لحاجه. بص بقى، بص نرجع شوف، انا بشوف اللاعب، لاعب الزمالك رايح بالشكل ده، رايح بيدخل فيه. بص اللاعب، بص بس خلاص، انا عايز اسال سؤال، اللعبه دي كده بالشكل ده ايه؟ واضح جدا. شوف بص، واضح جدا انها داخل منطقه الجزاء اهي، نمشي بس اذا جوه المخالفه جوه منطقه الجزاء. يا كابتن احمد، لو انت حضرتك حكم المباراه دي ورحت شفتها في الفار هتقرر ايه؟ لا في ركله جزاء طبعا، انا قلت ركله جزاء. طيب انا بحلمت ركله الجزاء موجوده مفيش كلام. هي بقى نرجع بس للاعاده دي، نرجع نقف هنا نمشي فريم ونقف وقف. هنا دلوقتي نقف في الحته دي، هنا كوع اللاعب في ظهر لاعب انبي. صح يا كابتن؟ الكوع في ظهره. مش واضحة قوي برضه. لو الايد لو الايد فردت معناه انه بقى في دفع. خلاص يعني ما يعني الايد لما هتفرد كده بالشكل ده. بص نمشي خلاص ده دفع خلاص ده دفع. وافقد اللاعب توازنه، فبالتالي دي ركله جزاء لم تحتسب. لو شفنا اللعبه الاولى اللي كان البعض وهو بيحللها على مزاجه كان بيقول لا ده الفريم ده يخليها من جوه، هات لي الفريم اللي وهي من بره، يعني المخالفه استمرت لجوه، دي ملحوظه. ولكن كره طارق حامد الغريب زي ما قلنا يا اسامه نوع من انواع الالهاء. انا عايز اسال سؤال لاي حد بيتفرج، هل الطبيعي ان ايد طارق حامد تكون في الوضع ده على اللاعب مستند ليه؟ اكيد ده مش وضع تشريحي طبيعي. لا طبيعي. هو بقى طبيعي بالنسبه لطارق، صحيح والله. هو بقى تعمد ان هو يزق
ما تعمدش ان هو يزق في النهايه، ان ايه طارق حامد راحت لدار المدافع اللي هو بيجري، فبالتالي افقدته توازنه. دي مش محتاجه اي تبرير او تفسير. وبستغرب البعض بيحاول يلاقي لها منطق، اصل هي زقه خفيفه، اصل هي كذا. هو اصلا مش طبيعي ان ايد اللاعب كانت تبقى في المكان ده، ولا طبيعي ان اللاعب يفقد توازنه بدون ما يتزق، خصوصا لان هو كان بيجري بيحاول يوصل للكوره. فاحنا بشكل واضح قدامنا حالتين ما فيهمش مجال لافتراض ان كان في حسن نيه فيهم او كان ما اتحسبش، واخطاء مركبه زي ما بتشوف. النادي الاهلي بيتحرم من ضرب الجزاء، بيراميدز هدف في لمسه يد على احمد توفيق، بتروح للزمالك بياخد نقاط مباراه بشكل واضح من خطا. فالفكره غريبه جدا، وهو ده اللي احنا قلنا لازم نقف عنده، اخطاء مركبه بتتحكم في مسار الفرق الثلاثه. مش كده وبس يا فارس، ده كمان دفعت الكابتن حلمي طولان ابن نادي الزمالك ان هو يصرح تصريحات ضد التحكيم، واعتقد هو كده وقف في طابور المديرين الفنيين ابناء نادي الزمالك اللي لما بيديروا او بيدربوا فرق اخرى بيعانوا من التحكيم السيء. وطبعا كان عندنا امثله كتير، منهم طبعا احمد حسام ميدو وهو مدرب لوادي كابتن طارق يحيى نفسه، والبعض بيجي بعد كده زي الكابتن جمال حميد يقول لك النادي وحيد او نادي واحد هو اللي ما بيشتكيش من وجود الفار. اعتقد انت عرفت مين النادي.